أسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال معنا اليوم رجل الاعمال الاستاذ محمد رباح من ظروف جروب اهلا استاذ محمد اهلا وسهلا فيك بدايه استاذ محمد نورتنا ببرنامج شكرا جزيلا لتواجدك معنا اهلا وسهلا فيك استاذ محمد ممكن تحكي لنا المزيد عنك وعن بداياتك مع ظروف جروب اهلا وسهلا فيكم اول شيء انا محمد رباح وي ار ذا روفي جروب موجودين بدبي وبابو ظبي تحدينا جائحه كورونا والحمد لله انجزنا انجازات ممتازه هاي الانجازات قدرت توصلنا انه نفتح فرع ثاني بدبي انتقلنا الى دبي طبعا بالفرع الثاني بهوم بالبزنس باي طبعا دبي ما شاء الله استثمار هو اعلى عائد استثمار بالعالم فخصصنا بمطورين ما شاء الله موثقين من الدوله ركزنا على مناطق معينه كان تركيزنا على مدينه الشيخ بالراشد بن راشد لانه كانت مدينه جديده والحمد لله نجحنا بالمنطقه من بعدها اضطريت افتح شركه برودكشن انتاج هي عباره عن ماركتنج مانجمنت بتدير از brokerage كومباني بنعمل احنا از بزنس تو بزنس بلس طبعا الايجنت اللي عندي بنشتغل عليهم از براندنج بنطورهم بنشتغل لهم سوشيال ميديا فان شاء الله رب الفيوتشر بلان رح تشوفوا شركه اكبر واكبر بسنه الحمد لله قدرنا نجيب مركز 14 باكبر مطورين بالامارات من بين 5500 شركه عقاريه وانجزنا 180 مليون مبيعات خلال 180 يوم كان انجاز صراحه تاريخي وحطوه بالجرايد من بعدها كمان حبينا نتطور اكثر واكثر رحنا على شيء اخص بالميتافيرس وعم نفتح ان شاء الله هلا رخصه اسمها فتحنا شركه اسمها ميتا رجعنا توجهنا لمستثمر كمان روسي تعرف الطلب الروسي على العقارات هون موجود كثير ففتنا كمان بارتنرز مع شاب وصبيه معهم 15 ايجنت روسي هذول بيشتغلوا انترناشونال بروبرتيز يعني ببيعوا برا وطبعا بيجيبوا مستثمرين الروس لعنا والحمد لله كمان نجحنا بالموضوع سمينا شركه ذا ميزون بروبرتيز واخر شيء طبعا وهو صراحه المميز بالسوق انه احنا اول شركه عقارات بالعالم بتكون موجوده بالميتافيرس بالاضافه لخدماتنا وشيء بيميزنا بالسوق صراحه هو الخطط الاستثماريه اللي بنقدمها نحن للمستثمرين يلي حابين يعرفوا شو يعني استثمار عقاري لانه فعليا لما درسنا السوق شفنا انه في اشخاص كثير حابين يستثمروا بس ما عندهم المعلومات النولج الكافيه كيف يستثمروا بالعقار فاحنا كنا نعطيهم ضمانات اوقات بعد استثماري من اليوم الاول فكان الحمد لله عندنا حوالي اكثر من بوكت يعني اكثر من محفظه عقاريه لاشخاص استثمروا معنا لونج تيرم حوالي من خمس سنوات لهلا بعدهم معنا واللي حميزنا اكثر الحمد لله هو تطورنا بالسوق وتميزنا عن غيرنا والحمد لله هلا عم نشتغل على كونسيبت ذا اكاديمي قادر يفيد المستثمر والوسيط والموظف الموجود عنده معناتها هلا بدك تعطينا المزيد من التفاصيل للمشاهدين شو موضوع الميتافيرس وكيف دخلتوا فيها هلا ميتافيرس نحن صراحه ما في نعطيك فول انفورميشن لانه في اشياء لازم تكون مخبيه لانه ثالث هو سوق جديد فاحنا كل شهر عم نكشف شيء جديد وعم نطور شيء جديد هي عباره عن ديفلوبينج لمدينه كامله لدبي كامله في شركه اكسكلوزيفرز هن بارتنرز مع دبي لاند ديبارتمنت طبعا عندهم بلاتفورم دبي كامله احنا اول شركه موجودين از ميتا روف الشركه اسمها الكونسيبت تبع ميتا روف طورناه من البارتنرز اللي صارت مع بيننا وبين الروس ذا ميزون بروبرتيز صراحه طلب الروس موجود هون كثير وكانوا يطلبوا مننا انه حابين يشوفوا العقار او حابين يعرفوا كيف اللي اوت بكون طورنا الفكره بالميتا روف وصار عندنا الاوفيس موجود الحين اونلاين هو موجود وعندنا فيرتشوال اسيستنت موجود هناك تكون شاب او بنت انت بتختار و... وفي حتى كونفرنس روم فينا نروح نعمل ميتنج هناك وفينا نشرح لك عن كامل العقار حتى بالاضافه الى في موك ابس اوكي بكون بتشوف انت الوان بدروم تو بدروم ثري بدروم كيف اللاي اوت فيك تمشي فيها طبعا والبلان تبعنا ان شاء الله ب 1 بتكون انطلاقه البلاتفورم بكل العالم وحيكون في مفاجات كثير ان شاء الله افكار غريبه كثير لان بتعرف بالعالم الافتراضي فيك كان تعمل شو ما بدك يعني يكون كنترول شيء وبتسهل طبعا للمستثمرين عمليه البيع والشراء لانه بحس بالعقار تبعه حتى لو كان اوف بلان حتى لو كان على الخريطه ما شاء الله نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح استاذ محمد الله استاذ محمد من خلال تواجدك في دبي وخبرتك الطويله في مجال البزنس شو نصيحتك لاي حد عنده طموح ياسس عمل خاص او استثمار كان في المجال العقاري او في اسس رخصه او عمل خاص فيه انا بنصح صراحه اي حد عنده راس مال حابب يزيده يستثمر بالعقار بدبي دبي بالنسبه للعالم هي اعلى عائد استثماري بالعالم من حيث الايجار اللي هو معدل من 6 ل 8% أه، عندنا دبي معروف السيركيليشن تبع العقار فيها الانفستمنت دائما لما تشتري وترجع تبيع عم تربح منه من 10 ل 20% ارتفاع العقار بهالسنتين كان 35% سوري فرقم جدا عالي أه، وسيف بلد سيف يعني طبعا بوجود ما شاء الله حكامها والقوانين الموجوده بالدوله بتساعد على الاستثمار يعني ما في تاكسز ما في ضرائب الوضع الامني كثير مهم العمله ما شاء الله محافظ محافظه على على قوتها أه، وطبعا اهم شيء هو الفيجن تبع الشيخ محمد بن راشد رؤيته ل 2040 فرجانا دبي كلها من قبل 20 سنه ان شاء الله بالاخير نشكرك استاذ محمد نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا ويتابعوا اخبار دروف جروب نحن عندنا ويب سايت طبعا في يفوتوا يشوفوا اول ذا ديتيلز حتى كل كل الشركه موجوده عندنا بالجروب موجوده حابين يستشيروا اي اي حد معين من عندنا من التيم كمان احنا جاهزين لاي استشاره عقاريه مجانيه حتى موضوع مكتب عندنا وجود في دبي وفي ابو ظبي قادرين يزورونا باي وقت طبعا بس طبعا سكادجول الميتنج بيكون على الويب سايت شكرا جزيلا استاذ محمد نتمنى لك دايما التوفيق ونشكر جميع الاستاف الموجود بذا روف جروب شكرا لكم شكرا تواجده. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير وفي امان الله